مرحباً أصدقائي في قصة جديدة ممتعة، وقصتنا اليوم عن شخص أنيق مرتب مولع في التجارة والسياسة ومهذب، وكان يلقب بين أصدقائه ببوسي. كان بوسي صاحب عقل رزين، وأصدقاؤه يثقون به ويأتمنونه حتى على حياتهم كالحبل المتين. أقول لك باشا، لازم أسلم مشروعي مال تخرج. إي أدري. محتاج فلوس وأنا مداينك من أيام الإعدادية، شو وقت ترجع لي إياها؟ ما أسمعك. محتاج الفلوس اللي مداينك إياها. ما أسمعك، دا يقطع. الفلوس اللي مداينك إياها أريدها. ألوع واليابا ألوع، ما جاي أسمعك. زين، جبت لك المحاضرات اللي وصيتني عليها. إي عاشت إيدك صديقي. هاي تسمعها، بس هذيك الان بيها فلوس ما تسمعها. مرت السنين وتخرج بوسي من الجامعة، واستطاع بحكمته أن يتولى منصب المسؤول عن بلدته اليافعة، وأصبح همه الوحيد حينها هو خدمة أهل بلدته والقضاء على المشاريع الخارجية الراهنة. هلو مستر بوسي، وياي؟ اي وياك مستر بوسي، بس شدد لي الباء فدوة. اسف مستر بوسي. خرب، زين واليا بطلع لي بالنظر. حبيبي، جبنا لك كم عقد وكم مكاولة تمشي روحك بيها. اي هذا الحكي الزين. واليا بقول لك سلمني على الجماعة كلهم، وقل لهم اني الورك مالتي جود، اني جود بوسي. وبعد فترة زمنية ارتفع شأن بوسي، وأصبح عضوا في برلمان جمهورية الدمى، وكان ماهرا بالسياسة ويدافع عن مصالح أهله بكل إخلاص وصدق وتفاني. شباب، احمونا هذا المشروع، وأي غريب يريد يجي ياخذه من عندي الصرف وياه. لين وإحنا شنو حصتنا؟ كم أنا أداريكم وأحميكم. يتدلل البوسي، إحنا بظهرك. يا ولو افتحوا عينكم زين، يا ولو ديروا بالكم على مشاريعي، ها؟ داروني وداريكم واليابا، عافية. واستمر بوسي بعمله السياسي الماهر حتى وقف بوجه الإخوة الثلاثة الذين كانوا يضمرون الشر لأهل بلدته، إذ كانوا يحاولون السيطرة على المشاريع والمقاولات والفوز بالغش في الانتخابات. تعال وليدي، انت مبين عليك خوش ولد وذكي، راح ندعمك حتى نسلمك المحافظة. اي وصيران الكل بالكل. لك لا تصير زعطوط، مو توني مدحتك، انا واخوت الكل بالكل وانت تشتغل عندنا. ها العفو، نسيت استاذ، العفو. بعد لا تنسى وكافي مزعطة، يلا شوف شغلك، المقاولات يمك والانتخابات يمك والفلوس يمنا، فهمت؟ صار تتدلل. وكالعادة أعزائي المشاهدين، الأشرار هم من ينتصرون في نهاية كل قصة تحدث في جمهورية الدمى.